قالت أمانة عمان إن جميع الطرق الرئيسية والفرعية سالكة ولا توجد إغلاقات، ويجري العمل على إزالة أكوام الثلج وأغصان الأشجار التي وقعت على الطرق بسبب الظروف الجوية والثلوج. وللمزيد عن حالة الطرق في المملكة تنضم إلينا من مديرية العمليات والسيطرة في الأمن العام مراسلة المملكة غيداء بكير. أهلا بك غيداء. إذن الثلوج نوعا ما تذوب يعني، وهناك خوف من تشكل الانجماد في مختلف أنحاء المملكة. غيداء، هل لك أن تضعينا في الصورة؟ نعم بالفعل زيرالدا، نحن الآن نتواجد في مديرية الأمن والسيطرة أو العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام تحديدا، من أمام هذه الغرفة التي هي غرفة تلقي البلاغات الطارئة وأيضا متابعتها في هذا المكان، حيث أكدت المديرية بتلقيها خلال الأيام الماضية أو خلال المنخفض الجوي بتلقيها أكثر من 100,000 مكالمة تعددت أسبابها، ما بين المرضية وما بين المتعلقة بالحالة الجوية، خاصة الأشخاص الذين علقوا في الثلوج، وأيضا هنالك عدد من البلاغات كانت غير الضرورية، وهنا تحدثنا عدة مرات خلال الفترة الماضية عن أهمية التركيز على المكالمات الضرورية من المواطنين وعدم استخدام هذه المكالمات لقضاء بعض الحاجات التي تعد غير ضرورية. أيضا تم تخصيص في هذا المكان غرفة للأزمات ولإدارتها بشكل أو بآخر، خاصة فيما يتعلق بهذه الأجواء، بحيث يتم وضع مناديب من الجهات المختصة المتعلقة في الأزمة التي تدار أو في الحدث الذي يكون بالفترة الحالية. أيضا للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا العقيد عماد شوامان، وهو المساعد السيطرة في مديرية الأمن العام في مديرية العمليات والسيطرة. يعطيك العافية بداية بك، يعني لو تحدثنا عن أهم الإجراءات التي اتخذتموها خلال الفترة الأخيرة وخلال ال 24 ساعة الماضية والمنخفض الجوي الماضي. طبعا زي ما تفضلتي، احنا الآن أمامنا قاعة العمليات الرئيسية في مديرية العمليات والسيطرة. طبعا هذه القاعة تعنى باستقبال كافة بلاغات الطوارئ من كافة أنحاء المملكة ولكافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. لما نتحدث عن بلاغات طوارئ نتحدث عن البلاغات اللي بحاجة لإجراءات من كافة وحدات الأمن العام، سواء من الشرطة أو من الدفاع المدني، وبإسناد مباشر من قوات الدرك. طبعا احنا بالوضع الطبيعي نستقبل ما مجموعه من 20,000 إلى 25,000 مكالمة طوارئ يوميا خلال فترة المنخفض، يعني خلال 48 ساعة الماضيات ولغاية صباح هذا اليوم الجمعة. استقبل مركز اتصالات الطوارئ ما مجموعه حوالي أكثر من 100,000 مكالمة طوارئ. كانت هاي تقريبا حوالي 50,000 بلاغ أدخل على نظام تلقي ومتابعة البلاغات العامل لدينا. هذه البلاغات معظمها كانت تتمحور حول خدمات يطلبها المواطنين تتعلق حقيقة بالحالة الجوية السائدة، سواء البلاغات اللي تتعلق بأشخاص محاصرين أو المواطنين اللي في بعض المواطنين داهمت المياه بيوتهم، أو مواطنين حقيقة كانوا يطلبوا خدمات الإسعاف والطوارئ من الدفاع المدني مثل مرضى الكلى والحالات المرضية المزمنة طبعا، وحوادث السير. طبعا بالطبع طبعا تلقينا بعض البلاغات تتعلق بحوادث السير نتيجة خروج المواطنين غير المبرر أحيانا وللتنزه أو خلينا نحكي للاحتفال بالثلج. طبعا احنا نستقبل البلاغ وبرضه نحوله من خلال الأنظمة العاملة لدينا إلى غرف عمليات الشرطة بالأقاليم المختلفة ومديريات الشرطة ومديريات الدفاع المدني ولقوات الدرك. كذلك نقوم بمتابعة الإجراءات من هذه الوحدات من خلال أنظمة القيادة والسيطرة، تحديدا من خلال الكاميرات الموجودة عندنا، ما موجودة مع الشرطة ومع الدفاع المدني ومع الدرك. بنلاحظ برضو حالة الطرق من خلال هذه الكاميرات وكيفية أداء قوات الأمن العام بشكل عام لواجباتها في الميدان. بك، يعني تحدثنا قبل قليل عن وجود غرفة مخصصة لإدارة الأزمات أو لمتابعة هذه الأزمات والأحداث الطارئة التي تحصل هنا في هذا المكان، لو تحدثنا عنها أكثر وتشرح لنا يعني ما هي مضمونها وما هي الإجراءات التي تتخذونها من قبل؟ طبعا ضمن خطة مديرية الأمن العام في التعامل مع الأحوال الجوية يتم فتح غرفة خاصة لإدارة هذا الحدث، حدث الأحوال الجوية وتقريبا سقوط الثلج. الهدف من إنشاء هذه الغرفة هو تواجد كافة المندوبين المعنيين بالإجراءات الميدانية في غرفة واحدة، بحيث يسهل عملية التنسيق
وتبادل الأدوار وتخفيف التكاليف على كافة الجهات الحكومية. يعني هذه الغرفة يتواجد فيها مندوبين من كافة قيادات الأقاليم، من قيادة الشرطة البادية الملكية، من الدفاع المدني، من قوات الدرك، وكذلك من الجهات المدنية مثل وزارة الإدارة المحلية، وزارة الأشغال العامة والإسكان، أمانة عمان الكبرى، وزارة المياه والري، وكذلك اللي هم شركات الكهرباء. أخيرا بك، يعني لو نتحدث عن الأيام المقبلة، يعني لا زال المنخفض الجوي في هطولاته الأخيرة، يعني وأيضا هنالك بعض الشوارع التي يوجد بها ثلج على الأقل، يعني هو ذائب أو مخلوط بالمياه، يعني ما هي أهم الإجراءات التي ستتخذونها أيضا خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء هذا المنخفض؟ يعني احنا منذ صباح اليوم لاحظنا انه عدد مكالمات الطوارئ خفت، يعني بحمد الله بدا الثلج يذوب، وهناك تساقط الامطار بشكل متوسط في كافه الاقاليم. يعني حقيقه ما في شيء يدعو للقلق، الامور جيده، الطرق كلها سالكه. ندعو المواطنين لعدم الاقتراب من الاماكن المنخفضه او اماكن تشكل السيول او تجمعات المياه، واحنا بهذا الصدد بجوز يعني حسنا من موضوع تواصل المواطنين مع خدمات الطوارئ من خلال انشاء تطبيق اسمه امن 911 موجود على الجوجل ستور وعلى الابل ستور، بامكان المواطنين تنزيله لاستقبال اشعارات حول حاله الطرق، واذا في اي تنبيهات وارشادات للمواطنين سواء بخصوص الحاله الجويه او اي حالات مستقبليه. شكرا بك، يعطيكم ألف عافية، سلمتم يعني لعملكم. نعم زيرالدا، إذا يعني كما تشاهدون العمل مستمر من هذا المكان، الغرفة مستمرة لتلقيها الاتصالات والبلاغات وأيضا متابعتها بشكل أو بآخر. منذ يومين لم تهدأ هذه المكالمات، على أن يتم الاستمرار بهذا العمل خلال طيلة أيام المنخفض، إلا أن الشوارع كما قال يعني العميد عماد أن الشوارع بالكامل مفتوحة، لا يوجد شوارع مغلقة، وأن الهطولات المطرية أيضا تساعد على إذابة الثلوج، ويعني سيستمر العمل لمساعدة كافة المواطنين من هذا المكان. نعم زيارة. شكرا لك غيداء، وشكر موصول لضيفك الكريم. وللحديث عن أثار المنخفض على محافظة الكرك ينضم إلينا مراسل المملكة يزن الشميلة. أهلا وسهلا بك يزن. يزن، يعني تبدو الأجواء صافية من خلفك، يعني لا أعلم ما مدى تأثير المنخفض الجوي على منطقة الكرك حتى هذه اللحظة. نعم زيرالدا، الأجواء صافية إلا أنها شديدة البرودة، يعني درجات الحرارة تكون صفر مئوي وحالة من الانجماد هذه اللحظات في أنحاء محافظة الكرك بعد أن كانت الشمس تطل في ساعات الصباح الباكر، إلا أن حالة الانجماد هي من تسيطر الآن على المشهد في محافظة الكرك. وهنا نتحدث بعد انتهاء المنخفض الجوي قطبي المنشأ والذي تساقطت به الثلوج على العديد من المحافظات الأردنية، وكان لمحافظة الكرك حصة من هذه الثلوج المتساقطة، كما أن الأمطار أيضا تساقطت بغزارة، إلا أن هذا المنخفض لم يتسبب ولله الحمد بأي حالات محاصرة للمواطنين، بأي حالات دهم للمياه سواء في المناطق المنخفضة أو حوادث جماعية انزلاق المركبات، خاصة أن الثلوج التي تساقطت على محافظة الكرك كانت في ساعات المساء، الأمر الذي ساعد آليات الأشغال العامة والبلديات على فتح الطرقات، إلا أن هذا المنخفض وما سبقه من منخفضات جوية متتالية تأثرت بها المحافظة خلال هذا المنخفض الشتوي الحالي، ساهمت في كشف بعض العيوب في البنى التحتية خاصة في بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في محافظة الكرك. فأنا على سبيل المثال زيرالدا أتواجد في أحد الشوارع الرئيسية، هذا الشارع الذي يربط بين محافظة الكرك وبين لواء المزار الجنوبي، اللواء الذي يبلغ عدد ساكنيه قرابة 80,000 نسمة، كما نشاهد في الصورة من خلفي يعني العيوب التي تظهر في هذا الشارع زيرالدا، الحفر، جوار هذا الشارع الذي كان من المفترض أن يكون من أفضل الشوارع في المحافظة باعتباره شارع رئيسي ويربط مركز المحافظة بلواء المزار الجنوبي، كما أنه أيضا يربط مركز المحافظة بمحافظة الطفيلة ومحافظات الجنوب بشكل عام، إلا أنه كما يعني ترصد الكاميرا هذه اللحظات
البنى التحتية متهالكة، المركبات تضطر إلى الذهاب إلى الصيد الآخر من الشارع، وفي حال وجود حركة مرورية نشطة تضطر المركبات من استعمال هذا الصايد الذي يعني تنقل صورته كاميرا المملكة هذه الأثناء، وكما نشاهد تهالك في البنى التحتية، الجوار، الحفر، المياه التي تتجمع، يعني كما تشاهدين الآن المركبات يعني تضطر إلى الاتجاه إلى الصايد الآخر تجنبا من المرور من هذا الصايد زيرالدا. يعني بالفعل الصورة واضحة يزن، وربما يعني السؤال بالتالي، هل من إجراءات استباقية في الكرك خصوصا بالتحديد قبل المنخفض، يعني لتجنب أي مشاكل أخرى سواء في البنية التحتية أو يعني المواطنين، ربما لا أعلم مشاكل أخرى قد يجلبها أيضا المنخفض الجوي وبرودة الطقس الشديدة؟ كان هنالك غرفة عمليات رئيسية شكلت قبيل بدء المنخفض الجوي وقبل أن يصل محافظة الكرك. هذه الغرفة عملت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وهنا نتحدث عن مديرية الأشغال العامة، البلديات، شركة الكهرباء، شركة المياه وغيرها من الجهات الخدمية والأمنية، والتي من شأنها أن تساهم في تقليل أي ضرر من الممكن أن يلحق بالمواطنين. كان هنالك لجان، هذه اللجان زارت المناطق التي يتواجد بها عبارات صندوقية لضمان سلامة هذه العبارات تجنبا من أن يكون هنالك إغلاق وحتى لا يكون هنالك حالات انحصار بما يتعلق بالأماكن، بأماكن الأودية والمواطنين الذين يقيمون بالقرب من الأودية. كان هنالك توجه من قبل الحكام الإداريين في تلك المناطق ونصح هؤلاء المواطنين خاصة سكان الخيم بتجنب الإقامة بالقرب من الأودية. هذه العوامل ساهمت في لا يكون هنالك إلحاق أضرار بالمواطنين، لكن بما يتعلق بالبنية التحتية لم يكن هنالك يعني أي إجراء، يعني مثل هذا الشارع وغيره من الشوارع الذي كشف هذا المنخفض وما سبقه من منخفضات جوية سابقة يحتاج إلى أعمال إعادة تأهيل أو صيانة شاملة، وربما أن هذا الأمر يعني يتطلب عطاءات سواء مركزية من العاصمة عمان أو من مجلس محافظة الكرك تحال إلى الجهات المعنية حتى يتسنى لها البدء بإعادة إنشاء هذه الشوارع زيرالدا. نعم يزن، لن أطيل عليك، يعني الجو بارد جدا، وشكرا لك على كل هذه المعلومات وعلى وقوفك في البرد أيضا. يزن الشمايلة مراسل المملكة من الكرك. وللحديث عن تأثير المنخفض الجوي على البنية التحتية وجهود البلدية في المفرق، ينضم إلينا مراسل المفرق أنس الحراحشة. أهلا بك أنس، ربما استمعت منذ قليل كان يزن من الكرك يعني ينقل لنا الصورة حول بعض المشاكل التي تعاني منها الكرك بما يخص البنية التحتية، والآن بالمفرق يعني ضعنا في صورة المشاكل أيضا في البنى التحتية خصوصا في خلال هذا المنخفض. نعم زيرالدا، حقيقة نحن الآن في منطقة أم رمانة التابعة لقضاء رحاب بني حسن غرب محافظة المفرق. ما زالت هذه المناطق تتأثر بالكتلة الهوائية الباردة التي رافقت المنخفض الجوي الذي أثر على المملكة منذ يوم الأربعاء. حقيقة مناطق غرب المفرق هي المناطق التي شهدت أكثر هطول للثلوج خلال المنخفض الجوي. كانت هذه المساحات مغطاة أمس بالثوب الأبيض وبالثلوج، إلا أنه مع تساقط الأمطار الذي ما زال مستمر لغاية هذه اللحظة ذاب هذا الثلج خلال صباح اليوم. فيما يتعلق في البنى التحتية والمشاكل التي رافقت المنخفض إن وجدت، يتحدث إلينا رئيس بلدية إرحاب الجديدة الدكتور حسين الزيود. دكتور مساء الخير، نتحدث أنه مناطق غرب المفرق هي المناطق التي شهدت أكثر هطول للثلوج على محافظة المفرق، نتحدث عن ما قامت به البلدية خلال المنخفض في اليومين الأخيرين. أخي كما تعرف أن قضاء إرحاب يشمل 36 قرية وتجمع سكاني، وهي منطقة مترامية الأطراف مساحتها 206 كيلو متر مربع. تم فتح غرفة عمليات في بلدية إرحاب الأم وتشكيل أربع فرق للتعامل مع هذا المنخفض، فرقة في منطقة الدجنية ومنطقة إرحاب ومنطقة التجمعات السكانية الغربية، وفرقة في نقطة أمن المدور. كل فرقة كانت تشمل جرافات عدد 2 وآليات ناو وسيارات البلدية وكوادرها جميع
بالإضافة إلى الموظفين وضباط الارتباط. تعاملنا مع هذا المنخفض والحمد لله رب العالمين، لكن ما بعد المنخفض كان هناك بعض المشاكل حقيقة واجهناها منذ صباح هذا اليوم، وهي بعض الانهيارات في الشوارع وتراكم الحجارة والأتربة مما سبب إغلاق بعض الشوارع، وأيضا الانهيارات كانت موجودة نتيجة لتراكم الثلوج. تعاملنا معها منذ هذا الصباح في بعض الجرافات لفتح هذه المناطق، وتعاملنا مع أيضا كذلك هناك كان حالات غرز تلقينا من المواطنين أكثر من 50 حالة، تعاملنا معها لسحب سياراتهم إلى الشارع الرئيسي وإنقاذ سياراتهم. أتحدث يعني أنت ذكرت أنه في بعض الطرق مغلقة لربما جراء الانهيارات، هل تم التعامل أم ما زالت مغلقة لهذه اللحظة وأين هذه الطرق؟ نعم، في طريق في عين بني حسن وفي بعض الطرق في مرمانة وفي منطقة المدور وفي مناطق عديدة تلقينا اللي هو لتراكم الأتربة والحجارة في الشوارع نتيجة الانجرافات والسيول من الأمطار، الأمطار التي بدأت منذ منتصف الليلة البارحة لهذه الساعة اللي نتكلم فيها مساء يوم الجمعة، هناك تساقط أمطار كثيف في المنطقة. طيب إذا ما تحدثنا يعني في كل موسم هطول للثلوج نتحدث عن كاسحات لإزالة الثلوج، أثناء إزالة الثلوج يحدث لربما أضرار في الشوارع، هل تتعاملون مع هذه الأضرار؟ نعم نتعامل مع الأضرار، وهذه نتيجة لعدم وجود كاسحات، أيضا احنا في جرافات في لودرات، هذا مما سبب يعني بعض الجور بعض الحفر لا تعرف الوصول إلى مستوى الشارع، يعني لو كان في كاسحات ثلج ممكن يكون الأضرار خفيفة جدا. شكرا جزيلا رئيس بلدية رحاب الجديدة الدكتور حسين زيود. إذا كما استمعنا زيرالدا يعني بلدية رحاب كما باقي بلديات المملكة لربما واجهت بعض المشكلات في البنى التحتية نتيجة إزالة الثلوج ونتيجة الانهيارات، هذا فيما يتعلق في البلديات وتحديدا هنا نتحدث عن بلدية رحاب بني حسن. إذا ما تحدثنا عن الطرق التابعة لوزارة الأشغال مثل الطريق الذي يربط محافظة المفرق بمحافظة جرش، يعني هذا الطريق حقيقة بحاجة إلى صيانة كبيرة، وشاهدنا أثناء قدومنا إلى هذه المنطقة تهالك في بعض أجزاء هذا الطريق، وهذا الطريق يتبع إلى الأشغال. أيضا إذا ما تحدثت عن المنطقة الشرقية طريق بغداد، في بعض المناطق يشكو المواطنين من عدم صلاحية المسير على هذا الطريق، وأيضا الطريق الذي يربط الزرقاء بإربد مرورا بمحافظة المفرق، هذا الطريق أيضا يوجد به أجزاء متهالكة، وهذه الطرق التي أذكرها هنا هي طرق جميعها رئيسية وتتبع للأشغال. تحدث أيضا رئيس البلدية عن بعض المشاكل في الطرق الفرعية في بعض القرى يتم التعامل معها، ولا يوجد كاسحات ثلوج في بلدية رحاب وهي البلدية التي شهدت أكبر تساقط للثلوج في محافظة المفرق. إذا ما تحدثنا عن البنى التحتية بشكل عام في محافظة المفرق، واجهنا منذ مساء أمس ارتفاع في منسوب المياه في عدد من شوارع المحافظة سواء في قصبة المفرق أو البادية الشمالية الشرقية أو القرى الغربية. لا نعلم، كان يتساءل المواطن حقيقة لماذا في كل موسم شتاء أو حالة عدم استقرار جوي يكون هناك ارتفاع في منسوب المياه في الشوارع، لماذا لا يكون هناك إشراف من قبل وزارة الإدارة المحلية على عملية المنسوب في الشوارع وسماكة الخلطة الإسفلتية أيضا لعدم حدوث أضرار مستقبلية في حال وجود منخفضات. يعني هذا الوضع بالمجمل في محافظة المفرق سواء في البادية الشمالية الشرقية والبادية الشمالية الغربية وأيضا قرى غرب محافظة المفرق وقصبة المفرق. نعم زيرالدا، يعني بالفعل لا أعلم لماذا كل عام نتفاجأ بالشتاء وما يحمل من ظواهر طبيعية وموجات ثلج وبرد تهدد البنية التحتية، وبالتالي بالفعل نحتاج إلى ربما يعني إلى إصلاحات استباقية قبل قدوم الموجة. شكرا لك أنس الحرحشة، كنت معنا من المفرق. هذا وشهدت محافظة عجلون تحديدا تجددا لتساقط الثلوج، وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من محافظة عجلون مراسل المملكة أسامة المومني. أهلا وسهلا بك أسامة. إذن الثلوج ما زالت تتساقط في محافظة عجلون، هل لك أن تضعنا في الصورة؟ نعم زيرالدا، بالفعل منذ ساعات صباح هذا اليوم شهدت محافظة عجلون تجددا لتساقط الثلوج، لكن هذا التساقط الثلجي كان محدودا. في هذه الأثناء هناك أمطار مصحوبة بالبرد تتساقط على عدة مناطق في محافظة عجلون. حالة الطرق جميع الطرق الرئيسية في محافظة عجلون سالكة ولكن بحذر شديد، يعني هناك لا زال تراكمات على جوانب الطرق يعيق ربما حركة المركبات، ليست كل مسارب كافة الطرق يعني مؤهلة للسير عليها، هناك تراكم للثلوج على جوانب الطرق.
ويصعب إزالة هذا الثلج دون ذوبانه بشكل طبيعي. بعض الطرق الفرعية في محافظة عجلون لا زالت مغلقة، منها طرق زراعية ومنها طرق في مناطق وعرة يصعب لآليات الجهات المختصة الوصول إليها، ومنها طرق حتى اللحظة لم يتم افتتاحها بحسب عدد من السكان. في هذه الأثناء وأثناء مجيئنا إلى هذا الموقع، نتواجد الآن في يعني إحدى المناطق في محافظة عجلون، كان هناك على الرغم من برودة الأجواء وتساقط الثلوج والأمطار إلا أن هناك عدد من المتنزهين الذين تواجدوا على جنبات الطرق. حقيقة تواجد المتنزهين الآن يشكل خطورة على حياتهم لربما بسبب الصقيع أو الانجماد الذي قد يتشكل خلال الساعات القادمة، أو لأن المركبات تعيق أيضا حركة المركبات الطبيعية على جنبات الطرق، وهذا ما رصدته كاميرا المملكة. الدفاع المدني خلال هذا المنخفض يعني كان يتعامل مع عدد كبير من البلاغات ولا زال يتعامل. نتحدث أكثر عن البلاغات التي تلقاها جهاز الدفاع المدني خلال هذا المنخفض. ينضم إلينا الرائد محمد ريالات نائب مدير دفاع مدني عجلون. مرحبا بك محمد بيك، لو تحدثنا سيدي بداية كيف هو الوضع يعني الآن في عجلون، كم عدد البلاغات التي تلقاها دفاع مدني عجلون؟ يا سيدي مساء الخير إليك ولا جميع المشاهدين. الحمد لله رب العالمين، شهدت محافظة عجلون المحافظة العزيزة على قلوبنا تساقطا للأمطار والثلوج وتراكم الثلوج خلال 48 ساعة الماضية، يعني حتى صباح هذا اليوم ما زالت الثلوج كانت في أوجها، والحمد لله رب العالمين كله خير وبركة من الله سبحانه وتعالى. إحنا كمديرية دفاع مدني عجلون يتم التعامل دائما مع هذه الظروف الجوية بأقصى أخذ الحيطة والحذر، ويتم التعامل دائما مع حوادثنا خلال 24 ساعة في أعلى استعداد وأعلى جاهزية، والحمد لله رب العالمين. الحوادث تم التعامل معها بكل حرفية. خلينا نحكي احنا من مساء يوم الثلاثاء بلش هذا المنخفض، وخلال 48 ساعة الماضية يعني خلال خلينا نقول يومين اللي هو 48 يوم الأربعاء والخميس تم التعامل مع 186 حادث، وتم التعامل مع 356 إصابة. الحمد لله رب العالمين مختلف هي أنواع الحوادث سواء كانت إسعاف أو إطفاء أو إنقاذ. نعم سيدي، يعني هل كانت هناك صعوبات في الوصول إلى الحالات أم كانت الأمور تسير بشكل طبيعي؟ طبعا إشي طبيعي، تراكم الثلوج يعني الحمد لله رب العالمين يمكن وصلت لمستوى ما بين النص متر إلى 80 سنتي في عجلون مختلف مناطقها، كان في صعوبة نعم، ولكن تتميز مديرية الأمن العام والدفاع المدني بتجهيزات عالية من الآليات والمعدات وحتى القوى البشرية. الحمد لله جماعتنا طبعا متعودين من خلال التدريب من خلال التعامل مع الحوادث والخبرة العالية. صعوبة صحيح موجودة لكن لا صعوبة مع وجود المعدات والتدريب الجاهز. نعم. سيدي أخيرا، يعني في ظل هذه الظروف ونشاهد يعني ربما تزايد خلال الساعات القادمة بأعداد المتنزهين، ما الرسالة الآن؟ هناك صقيع، هناك انجماد، هناك ارتفاع منسوب المياه في الطرقات، ويعني هناك خطر على حياة أي شخص يقوم بالتواجد في هذه المواقع في هذه الأثناء قبل انتهاء المنخفض، ما هي رسالتكم الآن؟ صحيح أخوي محمد، يعني هو خير من الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما احنا رسالة الأمن العام والدفاع المدني دائما هي حماية الأرواح وحفظها هي أولوية عالية لنا، بالإضافة لحماية الممتلكات فيما بعد. فاحنا خوفا على مواطنينا، هذه الأجواء أجواء جميلة وأجواء تجذب الانتباه، لكن خوفا على حياتهم وخوفا على ممتلكاتهم الخروج بهذه الأوقات يعني يعتبر يشكل خطورة على حياتهم وعلى ممتلكاتهم، فنطلب من مواطنينا الالتزام بمنازلهم في هذه الأوقات حفاظا على أرواحهم وعلى ممتلكاتهم، ونتمنى السلام للجميع إن شاء الله. شكرا لك نائب مدير دفاع مدني عجلون الرائد محمد ريالات. كما نشاهد في الصورة يعني في هذه المنطقة التي نواجد فيها تراكم الثلوج بشكل كبير، هناك عدة طرق في المحافظة الآن يرتفع فيها منسوب المياه أيضا بشكل كبير. الأجهزة المعنية وبلدية عجلون تتعامل في هذه الأثناء مع انهيار سور مقبرة في بلدة عنجرة. هذا السور يعني يصل ارتفاعه بحسب شهود عيان إلى 10 أمتار أو أقل من ذلك بقليل. تتعامل مع الجهات المعنية، بحمد الله لا يوجد إصابات جراء هذا الانهيار، ولكن الآن
التحذيرات من عدم الخروج إلا للضرورة القصوى. خلال ساعات سيبدأ تشكل الصقيع والانجماد، وهذا يؤدي إلى انزلاق المركبات. حتى اللحظة يعني درجات الحرارة تنخفض في هذا المكان بشكل كبير، ويعني التنزه قد يشكل خطورة على حياة الأشخاص المتواجدين هنا. حقيقة الليلة الماضية كان هناك إغلاق لطريق إربد عجلون بشكل كامل بسبب تكدس المركبات على الطريق وتوقفها على جنبات الطريق ووجود آلاف المتنزهين. محافظ إربد صرح بأن هناك آلاف المركبات توجهت إلى محافظة عجلون للتنزه واللعب بالثلج، هذا أعاق حركة المركبات الأخرى وتسبب بأزمة مرورية خانقة استمرت لساعات. اليوم سيكون الوضع يعني، يوم أمس لم يكن هناك انجماد، اليوم سيكون هناك انجماد وهناك انخفاض على درجات الحرارة، إضافة لأن هناك تساقط للأمطار. هذا كله قد يؤدي لا قدر الله إلى انزلاق المركبات ويعني تسجيل أمور لا يحمد عقباها. غرفة العمليات تحذر في محافظة عجلون من عدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، وأخذ الحيطة والحذر إذا كان هناك أمر طارئ في الخروج من المنزل. يعني من الواضح أسامة بأن المنخفض الجوي ما زال قويا في عجلون. نتمنى السلامة لأهلنا في عجلون ونحيط الجميع بأخذ الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف الطارئة.